أحيت جوقة كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار القادمة من محافظة حمص أمسية فنية بعنوان حلب يا قطعة سماء ضمن فعاليات مهرجان ليالي رمضان الذي يقام في خان الوزير بحلب القديمة. تضمنت وصلات غنائية ذات طابع وطني وطربي منوع. يكون هون كل يوم في عنا نشاطات فنية وثقافية وفي عنا سوق مهن تراثية كمان، أيضا في نشاطات ثقافية رح يكون في عنا يوميا برنامج اسمه اكتشف سوريا، وبعدها في مسابقات للجمهور لتثبيت هالمعلومات لحتى نقدر نوصل نحن الشيء اللي بدنا اياه، نحن نضوي على كل أماكن السياحية والأثرية في سوريا. بعد ما تحررت حلب من الإرهاب بفضل الجيش العربي السوري عم نعود هلأ لهذا المكان التاريخي الأثري قال الوزير اللي كان هو ملتقى الحضارات في العالم كلها كانت صبهم في هذا المكان من خلال وجود مدينة حلب على خارطة طريق الحرير. بكونها مدينة مبدعة الفن لسه ما زال مستمر عنا، عم نقدم للعالم رسالة حضارية للعالم، نحن مستمرون، نحن مدينة مبدعة. كتير فعالية حلوة وخلتنا نحس انه حلب رجعت مثل الاول واكتر كمان. نحن دائما منشجع هيك شبيبة ومنشجع الفرق لانه هن عطاء المستقبل. اصوات جميلة ومعاني سامي. بالتأكيد مكان مثل خان الوزير كان لازم يستضيف فعالية مسيحية إسلامية مشتركة، من النهاية هي فعالية سورية تجمع أبناء هالبلد الواحد اللي سوريا. بالتأكيد وجود جوقة حمصية بمدينة حلب هو تحمل مسؤولية ضخمة لأنه حلب سميعة، حلب الطرب، وهن قلبهم كان عم يدق بسرعة وصوت عالي لحتى يثبتوا نفسهم بجدارة، والحمد لله كان أداء جيد لحد اليوم. حملنا من حمص العادية لحلب الشهباء هيك نغمات متنوعة للشعب الحلبي، يعني المعروف أنه سميعة كثير. الحقيقة تفاعل الجمهور حلو، يعني حبينا نحن ننوع اليوم البرنامج بين فيروزيات، وديع الصافي، ملحم بركات، يعني قامات فنية معروفة كثير بالوسط الفني.